بحبك يا حبيبي قد البحر وكبر السما وبين المسافات بين الأرض بالدهان والقمر وكل هالأمور اللي بتعبر عن كبر الحب وعظمه بين كل طرفين. الحب هو أساس العلاقة بين أي اثنين، وتعتبر العاطفة جزء من الحب. فالعاطفة إذا ما درست تغذية صحيحة وما تم الاعتناء فيها بشكل دائم فسرعان ما بتزول مع أي مشكلة بسيطة من واجهها. صحيح ورد، لهيك احنا بنشوف العلاقة الزوجية بتبدأ من الأساس بقوة المشاعر وبقوة العاطفة، واليوم رح نحكي ونتوسع بالحديث عن هالموضوع ونحكي عن الحب والعاطفة بمفهومه العام مع الاستشارية الأسرية رهف تسابحجي. سعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك أستاذة، وأهلا وسهلا فيكي. وسهلا على طول فقراتك اللي عم نطرحها وبنتشارك فيها بصباح الخير عم تلاقي رواج، وفعلا لأنه عم نحكي عن أمور حساسة جدا بالنسبة للشعور الإنساني. اليوم عم نحكي عن الحب والعاطفة، ذكرنا حب وذكرنا عاطفة، ليش ذكرنا الاثنين؟ وخلينا نعرف العاطفة عموما. هلا العالم كتير بتخلط بين الحب وبين العاطفة، ودائما انه خلص صار في عندي حالة عاطفية ودغري بينطوا لمرحلة الحب. فاليوم رح نشرحها بطريقة مختلفة. هلا حنشرح شو هي العاطفة وكيف بصير تعاطف بين الأشخاص وكيف بعد وشو هن مراحل الحب او نوعين للحب. في عنا حب غرائزي وفي عنا الحب النبيل. طيب لما حنبلش بالعاطفة، شو هي العاطفة؟ العاطفة هي ميل، انه شخص بميل لطرف اخر فبيعطف عليه. كيف يعني بيعطف عليه؟ يعني بداية مثلا شخص بيهتم بالطرف الاخر، ممكن احيانا بيسأل عنه. هلا احيانا ممكن تكون بين شاب وبنت، ممكن تكون بين رفقات مع بعضهم، بين كل الاشخاص. فبداية بتبلش بحالة اهتمام، بعدين شوي شوي مثلا بصير في راحة بالحديث مع بعض، فبلشوا بتزيد هاي الحالة أكثر، بصير حالة انجذاب، بعدين بصيروا بحالة منقول حالة عاطفية. لكن الحالة العاطفية لسه بتاخد هي وقت لحتى انه نسميها حالة عاطفية. يعني لما بصير الشخص مثلا بيجيب هدية لحدا، او مثلا خلينا نحكي اكثر شيء بالحاله العاطفيه انه بين شاب وبنت، او بين اثنين مخطوبين او بين الازواج. طيب بيجيب له هديه فهي بتنبسط فيها فترجع بتجيب له هديه. لكن احيانا الشخص بفكر انه هلا هي ممكن تجيب له هديه هي رد جميل وليس عاطفه، وليس انه انا بلشت انجذب. لكن في ناس بيعتمدوا هالاسلوب اصلا لحتى يتوددوا للطرف الثاني. صح مظبوط. واحيانا ممكن الهديه يعني ممكن تكون يعني مو شرط تعبر عن ميل او انجذاب او كل هدول الاساس. طيب لكن بعدين اذا كان في قبول من الطرف الاخر وردت له الهديه وصار في تبادل احيانا احاديث، صار في تبادل مشاعر، كمان المره الماضيه حكينا عن تغييرات الهرمونات، فهون بقى بنقول انه صاروا الاشخاص بالحاله العاطفيه، دخلوا بحالة من صاروا يعطفوا على بعض. لكن هاي قصة العاطفة هي مفروض تكون مستمرة. هلأ في نقطة، لما اثنين بصيروا بيعطفوا على بعض بفوتوا بالحالة العاطفية، لما شخص بيقلل الاهتمام الطرف الآخر بينزعج بيتضايق، فببلش بقول ما عاد يحبني، بحسوا ما عادوا يمكن مثل ما بيقولوا على نفس الموجة او على صحيح. نفس الخط ماشيين. صحيح انه ما عاد تهتم فيي، ما عاد بده ياني، ما عاد بيحبني، فدغري بنط شاف حدا غيري، شاف حدا غيري. تمام. فهون بقى بلش بتصير المشاكل، بلش بقى بيفقدوا هي الحالة العاطفية، وممكن احيانا يصير في حالة انفصال اذا كانوا باي فترة من الفترات. صحيح.
طيب انا هون عندي عفوا سؤال. هلا كثير في اشخاص بيقولوا انه الانجراف وراء العواطف اذا فينا نسميه، او الواحد يمكن اللي بيعطي كل شيء عنده او بيعطي كل شيء عاطفه موجوده عنده من البدايه، هو بيكون يمكن احد اسباب فشل هاي العلاقه بالمستقبل. يعني بيقولوا انه لازم هذا الموضوع حتى يصير بالتدرج او يصير باساس صح، يكون مبلش بطريقه صح. قديش هذا الموضوع لاي درجه هو فعلا صحيح؟ لما ببلشوا بالتدريج فهذا الشيء انسب، اما لما بينطوا وبيختصروا مراحل كتير فهن عم يحرقوا مراحل، عم يحرقوا شغلات حلوه ممكن يستمتعوا فيها. هلا مشان هيك مثلا الفتره انه قبل الخطبه فهن بيكونوا حارقين كتير مراحل، فلما بينخطبوا فبيكون في اشياء يعني راحت. لما كمان بيتزوجوا بنلاقي انه خلال 6 أشهر بعدين الحب وينه؟ راح، ما عاد في لا عاطفة ولا عاد في حب ولا عاد في كل هدول القصص، لأنه هن حرقوا مراحل ومش بسرعة. كمان في نقطة مهمة إذا حكينا عن الانجراف العاطفي، أنه الشخص كتير بده ينتبه ما ينجرف عاطفيا. يعني شو يعني انجراف عاطفي؟ يعني مجرد ما صار في ميل، صار في انجذاب، دغري نط أنا بحبه، أنا بحبها، ما بحسن عيش بلاها، مثل في غنية بعيش بدون شمس ومي بس ما بعد لك، تمام. وبنتيجة كمان نحن منأجج المشاعر تبعنا أحيانا بالأغاني. هلأ الأغاني، كل الأغاني كلها فيها حب حب حب، وللأسف هيدا الحب الناتج عن يلي بيأجج المشاعر بطريقة غلط. تمام. طيب طالما ذكرنا هذا الحب اللي بيأجج المشاعر بطريقة غلط، معناها في أنواع للحب كثيرة. ذكرنا بالمقدمة في حب غرائزي شهواني جسدي، وفي حب نبيل عذري. كيف بدنا نفرق بيناتهم وشو بيختلف كل واحد عن الثاني؟ أي بدوم؟ هلأ أنت برأيك أي بدوم؟ أنا برأيي بدوم اللي بيكون فيه تناسق وتجانس بين الاثنين، يعني نخلط مزيج من الاثنين شوي، ما بعرف رأيك أكيد هو الأهم، ولكن نخلط مزيج من الاثنين مع علاقة رسمية فهو بيكون الصح. تمام صحيح. هلأ إذا حكينا بداية، كل إنسان في عنده احتياجات بحياته بسموه هرم الاحتياجات. فبداية بقاعدة الهرم في عنا المأكل، الملبس، المسكن، وفي عنا الغريزة. الستيب يلي بعده في عنا الأمن والأمان والاستقرار. يلي بعده في عنا العلاقات العاطفية والعلاقات الاجتماعية. اللي بعده تقدير الذات يلي الواحد بياخده من عيون الآخرين له، وبرأس الهرم هو الإبداع. فكل إنسان في عنده احتياجات بحياته لحتى يوصل لحالة من الإبداع، فهو بيحاول بقى بده يغطي كل هدول الاحتياجات. فأحياناً المحيط تبعه ما عم يأمن له هدول الاحتياجات، مثل أحياناً في أشخاص عندها العلاقة العاطفية، هذا احتياج. ففي ناس عندهم ياها الغريزة، في ناس عندهم الاستقرار. كل واحد بيشوف وين ما عنده نقص بهذا الاحتياج فبيحاول يلبيه من خلال طرف آخر. هلأ خلينا نبلش هيدا قصة الحب يلي هو بيعتمد على الحب الغرائزي، يلي هو نتيجة انه عنده نقص بحاجة معينة وحابب يلبيها. احيانا الواحد هي المشكلة انه عم تصير ما عم يعرفوا شو الحاجة يلي نحن بنياها، لكن في شيء محتاجته. مثل احيانا في مثلا بنات او شباب، وخاصة هدول بفترة المراهقة، تلاقيهم بحبوا مغني او ممثل، فبيكون يعني صار عندهم هوس فيه حتى لهي المرحلة. مزبوط. فهمهم الوحيد انه هن يشوفوه، هن يتصوروا معه. طيب متى ما تصوروا معه في اشخاص انه ايه خلص لبوا هذا الاحتياج، رضيت الغريزة، تمام رضيت هذا الشيء. طيب احيانا بيقولوا لي لا ممكن بدها اكثر، بالعكس تنبسط اكثر، فهي فاتت مرحلة تعلق او هو فات مرحلة تعلق، فبصير انه بدهم انه يروحوا معه او يحكوا معه. ليش؟ في احتياج معين عندهم اياه فهن حابين يلبوه. طيب احيانا كمان في لكن لما بيحصل عليه بتلاقي هذا الحب بلش يبرد ويختفي. في كمان عندنا نوع من انواع الحب هو الحب المادي، يلي شخص بيحب الاخر كرمال مكانته الاجتماعيه او كرمال المصاري او كرمال مثلا السياره الفخمه او البيت. فبتلاقي احيانا في اشخاص اغنياء تلاقي حواليهم كثير ناس وكلهم على اساس انه بيحبوهم، لكن متى ما انفقدت هيدا مثلا المكانة الاجتماعية او المال لقوا كل هالناس راحوا، فبتطلع انه وين هدول العالم اللي على اساس بيحبوني. تمام. طيب
المرحلة كمان في نوع آخر من الحب، هو الحب يلي كل إنس يعني هذا الحب يلي بيصير بين الشاب والبنت، إنه كل واحد بحاجة مثلاً لشيء معين. طيب أحيانا كتير في أشخاص، أحد الاستشارات جنتني إنه شخص حابب على مرته، فحابب بنت، فهي في فرق عمر بيناتهم. طيب لما قعدنا مع المرأة عرفت شو الإحداثيات القصة، فكان الرجل جدا متعاون، وهي كتير قليل إنه الرجل هو يجي كمان على الاستشارة. فلما بمشي معه بالاحتياجات طلع عنده عدة نقص بالاحتياجات، فهو فكره إنه هي البنت الجديدة حتعوضه بهدول الاحتياجات. فسألته سؤال، قلت له هل هذا الحب حب غرائزي ولا حب نبيل؟ طبعا هيدا السؤال لما حدا بيسأله للتاني ف يعني بتلبك، ما بيعرف إنه شو مشان يعني شو الفرق. طيب أنا بحب، طب هذا حب صادق، هذا الساعتنا نحن بحالة مين انجذاب لهفة. ممكن هاي الفتاة إنه هي تلبي لك هدول الاحتياجات، بس بعدين خلص يا ما بصير الواحد بدور على احتياجات تانية. طيب الهدف النبيل أو الحب النبيل اللي هو بحب كرمال هدف سامي، شو يعني الهدف السامي؟ شو برأيك الهدف السامي؟ ممكن يكون أي هدف ببنوه اثنين، ما بعرف رنا إذا بتشاركنا الرأي. يعني الهدف السامي بتأسيس أي أسرة هو إنجاب أطفال، استمرارية الحياة، إثبات الذات، وكمان الاستمرارية بالجيل اللي هو امتداد لألنا. طب أنا عندي هون بس مداخلة صغيرة، ممكن يعني الزوجين بالعلاقة بيقولوا إنه يمكن الحب بعد علاقة الزواج وبعد ما يتم الزواج بتاخد، بيقولوا الحب بياخد شكل تاني، ما بيعود المشاعر بتبقى، ولكن هي تتحول يمكن لمشاعر تانية، يمكن لتعود، لعشرة، لمعزة. قديش هي المشاعر هي فعلا هي أساس العلاقة الزوجية، أو هي بتعزز هي المشاعر؟ أكيد المودة والرحمة هاي اللي بتعزز العلاقة الزوجية. وكمان لما بيفكروا إنه هن في لهم دور مشترك، هلأ مثل ما قال ورد إنه شو الهدف السامي إذا كانوا اثنين متزوجين، إنه يربوا أولاد، يعملوا عائلة. طيب هلأ هيدا دور طيب، لكن نحن بدنا نكبره أكتر. يعني كل إنسان هو ليش وجد على وجه الكرة الأرضية؟ كرمال ده في له دور معين بالحياة لازم يؤديه، ولما هو يؤديه وبيغادر الحياة فحيكون مبسوط فيه. كل إنسان لازم يفكر بهذا الشيء، إنه شو هو الهدف السامي يلي أنا إذا حققته وغادرت الحياة فحكون مبسوط. طيب هلأ بقى هون لما الواحد بيحب الشخص الآخر فبيحبه كرمال هن اثنين بيشتركوا بهذا الهدف السامي، بيحاولوا إنه يحققوا الشيء مشترك لحتى يكون لهم دور بالمجتمع، لهم دور بأعمار الأرض. فلما بيحطوا هيدا الفكرة بين مثلا الأزواج، حتى أحيانا لاحظوا هيدا الحب هو الحب بين الناس، يلي إنه أنا ممكن أحب الأشخاص كرمال نحن عنا هدف نبيل، عنا هدف سامي. فهيدا الحب النبيل. طبعا هو من بيناته هيدا الحب النبيل في تغطية احتياجات، لكن مو إذا خلص وغطيت الاحتياجات انتهى الحب. يعني نحن نتمنى بختام فقرتنا لليوم أنه كل الأشخاص يمكن يلاقوا الشريك المناسب لهم، الشريك اللي هو ماشي معهم على نفس الموجة، على نفس الخط، يلتقوا دائما بنقطة الوسط اللي هي بتكون نقطة الاشتراك بين أي كوبل أو بين أي زوجين. دي اتشكر كثير وجودك معنا المستشارة الأثرية رهف نصاب حجي، شرفتينا. أهلا وسهلا.